هنا اتصال كFNE ماشي كتنسيقيات كFNE اتصلت بين الوزارة وطلبت عقد لقاء بيان سور حنا جزء من التنسيق الوطني جزء من الحركة الاحتجاجية اللي كاينة في القطاع ديال التعليم اعتبار الهم ديالنا واحد مطالبنا واحدة العرض ديالنا واحد دونك حنا انطلاقا من هذه القناعة سنعرض يعني هذا الموضوع على المكونات وسنعمل على تشكيل وفد مفاوض مع وزارة التربية الوطنية تحت اليافطة ديال الFNE لأن الوزارة قالت بأنني أنا غير مستعدة لاستقبال التنسيقيات كندي. ولكن جاو معكم التنسيقيات مع الFNE هذاك أمر يهمكم وبالنسبة لكم يعني لكم هذا الحق دونك حنا انطلاقا من الإيمان ديالنا بأن هذا التعبيرات المناضلة اللي عندها هي دور كبير في الشغيلة التعليمية احنا غادي نطرحوا هذه المسألة من بعد هذه الندوه الصحفية غنجتمعوا غادي نناقشوا وغادي نحدوا قراتش التنسيقيات لحد الان مازال بيان سور حنا عاد توصلنا راه جايين في الطريق عيطنا وزير التربية الوطني قالنا غدا اجتماع لا ماشي مطلب عدمي احنا كنقولوا بانه الان التجميد ديال النظام الاساسي هو التفاف على المطالب ديال وهو تضليل ديال الشغيلة والدليل هو أن وزارة التربية الوطنية من خلال المصالح الخارجية ديالها عملت على تنزيل مجموعة ديال المضامين اللي ما متفقينش معها من قبيل المباراة ديال التعاقد اللي كاينة نهار 16 من قبيل مجموعة من التدابير اللي كتنزلها للأكاديميات إذا حنا كنقولوا السحب والإلغاء ولكن مني غادي نوليو نبنيو ونوجدوا النظام الأساسي الجديد راه بيان سور المكتسبات اللي كانت في هذا غتبقى يعني نحافظوا عليها ولكن الآن الإطار القانوني حنا ما متفقينش عليه مجموعة من تراجعات السن ديال 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 التوظيف المسارات ديال الترقية التقويم المسألة ديال الرخص ديال العقوبات ديال التقسيم يعني العدد ديال الهيئات المهام ديال الأجور التعويضات يعني النظام هذا واحد المجموعه ديال المجالات داخل النظام الاساسي غير متفقين اذا فين العيب اننا نمشيو ونسحبوه ونرجعوا للنظام الاساسي ديال 2003 ونخدموا شهر ولا شهرين ونوجدوا النظام الاساسي ونحافظوا على المكتسبات اللي جات اللي كيقول شي مكتسب كاين في هذا غنحافظوا عليه وغنخرجوا داك ساعتي النظام الاساسي اللي فيه نقاش عمومي فيه الاشراك ديال الجميع متفق عليه نلغيو داك الساعه الجوانب السلبية ونحتفظوا بالنقاط اللي فيها إجماع وفيها اتفاق ديال الشغيلة التعليمية والإدارة من حق التنسيق الوطني في إطار المعركة ديالو راه كان كيحط الزيادة 100% هذا مطلب الحركة النقابية دائما في العالم كتحط مطالب ولكن ملي كنجيو نتفاوضوا يمكن ما نحقوش هذاك المطلب 100% ولكن من حقنا الآن أننا نقولوا بأن تلك الزيادة اللي تزادت الآن واللي فيها يعني التطبيل وفيها كأن زعما راه شي عمل راه 1500 درهم في ظل الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية لا تساوي شيئا سورتو أن 750 درهم و750 العام الجاي وكاين الآن الحديث على يعني المخططات ديال التقاعد على كذلك الإحالة ديال لامو من الكنوبس للسينيسيس كاينه مجموعة من الزيادات